نارين بيوتي تكشف حقيقة صندوق خطوبتها السري. نعم مثل ما سمعتوا، فمن بعد حفل عيد ميلاد نارين بيوتي واللي كان حديث الناس وبشكل كتير كبير آخر فترة، خاصة من بعد انتشار إشاعات حول خطوبة نارين بيوتي من حبيبها السري وسط الحفل واللي حكينا عنه بالتفصيل بالفيديوهات السابقة، ها هي نارين بيوتي تفك لغز الصندوق السري اللي ما تم تصويره ومحتوياته خلال الحفل، لا من طرف نارين ولا من طرف المعازيم، مما خلى الجمهور يشك أن صندوق له علاقة بخطوبتها، خاصة لما أخذته معها لمطعم واللي زعم البعض أن المطعم بيعود لخطيبها وأخذت صور معه هناك. فمن خلال ستوري عرضت نارين بيوتي هدية كانت غرض من بين الأغراض المتواجدة بالصندوق، وصرحت أنها راح تحكي عن الصندوق بالتفصيل بالفيديو القادم على يوتيوب. طبعا شفتوا أنتوا أنه إجاني مثل كنز هذا الصندوق الخشب الكبير، بس اللي كان جوا الصندوق ما حفرجيكم يا هون، هداك بفيديو على اليوتيوب. وصراحة هو مو بس في صندوق واحد، يعني في أكتر من واحد، اكتشفت هالشي بعدين. فالمهم شوفوا هذا هو الصندوق، ليكو هون. وشاركت نارين أيضا الهدايا اللي وصلتها من طرف المعازيم واللي أكترها كانت من طرف اليوتيوبرز. فهل برأيكم أن الصندوق صندوق خطوبة أم صندوق عادي يحتوي على هدايا من أهلها؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. لا هاي من خالص ياماند وشهد، ليكو شو حلوة. عنا هذا الكيس، أتوقع هذا من لانا ولين. أوكي هديتهم كتير كيوت لأنه جابوا لي كذا شغلة وحطوها مع بعض. أول شي جايبين لي ماسك للإيدين، وتاني شي جايبين لي ماسك للوش وقشطة. كمان جابوا لي هاد الجراب اللي كتير كيوت صراحة، شوف ما أحلى. جابوا لي هاد لون السليبرز، وجابوا لي هاد لون الباث بومبس اللي بحطهم بالجاكوزي. أوكي هذا الشي الوحيد اللي فيكم تشوفوه من الصندوق الكبير. سو جوني هاد لون السليبرز اللي بيجننوا. هاد أتوقع يا من روان يا من ريان، ليكو شو حلو. هاي من أوسي، thank you so much. الشوز اللي بجنن من جوتشي، هاي من بيتر. وكان فيه هاي الستاند اللي فرجيتكم اياها، سو بتفتحوه شوفوا ما احلاهم، مكتوب عليهم نارو. هدية بيتر كانت عبارة عن 3 هدايا وهي واحدة منهم. بقدري ما بدي شوفي، لا شوفي بس اللي نسكر عندك منهم مضاعف.